السلام عليكم، صبحكم الله بالخير من مركز المعارض البحرين. تشرفنا بلقائكم يا غالي. وياك الله يطول. الله يسلمكم ان شاء الله وياكم. القلعة صراحة ملكية، بصمات السادة مال سار يعني بارزة في المعرض بإنتاجهم وإبداعهم، إبداعات المحافظة الشمالية وخاصة بوري، تعرفون شبابها كلهم مبدعين على رأس المصانع أبو هاني الألمنيوم والمطابخ، هني كل شيء ينفتح مو بس الدرايش والقلوب. الله يطورني.